العافية. يسلم حبيبي. آخ موجوع ما؟ ما المهم الوجع، المهم أنت هون. اشتقت لك شامي. مين اللي ساوى فيك هيك؟ يمكن شي حدا استغل حالة هالفلتان بالبلد وصف حسابه معي. بهالأيام كتراني حوادث التهجم، أنا محامي وبعرف. طيب طيب خلص ريح، هلأ مو وقت الحكي. رح أقول لك سر، اشتهت لريحتك. عندك ريحة غير كل البنات، تعال بالذاكرة ومت النسا. قربي خليني شوف ريحتك. لا تهلأ مؤقت كرمال الله، لا تكوني لئيمة. يلا شامي. أنا اشتقت لك كثير. شبك؟ مو مصدق انك ببيتي وعم تتفتلي حوالي وعم تطعميني. كنت فكر بهي اللحظة كثير، انه معقول يجي يوم واجتمع تحت سقف واحد انا وشامي؟ معقول يعجب البيت، الفرش، اي مكان بيجمعنا سوا فرح يكون حلو. انا لازم اعرف مين اللي سفقني قتلي. اي هذا أول مجرم بدي أقدم له بطاقة شكر لأنه رجع لي شامي. لو تعرفي كيف الأيام مرت بدونك، مرة وباردة. إذا رح تضل تحكي هيك أنا ما رح ألحق أروح على شامي. هي هو بلا مرضى اليوم. ما بقدر. خليني شم ريحتك لما تروحي. منصور لا تكون طماع، دير بالك على حالك. باي. خمس دقايق ودخل مرضى. اوكي دكتور. اسفه حبيبي، ما رح اقدر اجي اليوم، العيادة مليانة. ولا يهمك شامي. انت بتوثق فيني صح؟ بترجاكي شامي، كلامك عم يحسسني اني واحد سخيف وتافه. ما رح لك تسامحيني لاني يمكن ما بستحق، بس الشيء الوحيد اللي بيغفر لي هو مكانتك بقلبي. هلا مضطر اسكر السماعة بوشك، عندي شغل كتير. شامي شامي. يلا قوم ارتاح. يلا هلا انت هنا مرتاح. أنا لازم روح شامي. أنا مريض كثير، خليكي عندي هون. عندك هون؟ شو بدي أقول لفريدة؟ قولي لها إنك عند ليال. والله أنا تعبان. ما بقدر كرمال الله شامي. طيب مرحبا فريدة، كيفك ماما؟ ماما أنا عند ليال وهي تعبانة وما فيني أتركها لحالها، لازم نام عندها. ماشي شامو ماشي.
ديروا بالكم. طيب ماما ماشي. ايه وانتي كمان. باي باي. باي ماما باي. والله ما بحب كذب عليها. هدول العيون بس اللي بدي اشوفهم وانا عم موت. وقتها بس تموت وانا مرتاح. شو هذا اللي صار؟ أنا أول مرة بحياتي بنحط بهيك موقف. قلت لك منصور ما بدي نام هون، ما بدي نام هون. معلش حبيبتي معلش، والله العظيم ما كنت عرفان إنه بده يصير هيك. بعدين مشي الحال، طلبوا الهويات وما أعطيتهم إياهم. شو نسيتي إنه أنا محامي؟ أكلت رعبة ما رح أنساها بحياتي. بعدين ليش إجوا اليوم؟ ليش اليوم تحديداً؟ شكله في حدا ناوي يزعجني. صفقوني قتلة بعدين فسادية. شي غريب. طيب فكر منصور، فكر مين ممكن يكون. ما عم بقدر حدد، بس لازم اعرف مين. مين يا منصور مين؟ ليك لهلا عم برجف من رعتي، لهلا انا عم برجف. رح قوم ساوي قهوه. ليش يا ريت يا صاحبي. شو؟ بس حبيت صبح عليك مشان تعرف انه ما بينلعب معي. رح دفعك الثمن غالي. مين هذا؟ يمكن عرفته. هذا زوج نبال. واحد وسخ وعنده هيك حركات. شو رح نساوي هلا؟ هذا ما رح يتركك لحالك. أكثر من هيك ما رح يطلع بإيده. هو واصل صح؟ لو قدران يساوي شيء ما كان لجأ لهالأساليب الوسخة صدقيني. أنا ماني مرتاحة. عن جد ماني مرتاحة. خلصت وراءه صدقيني. أنا آسف شوي. عن جد أنا آسف. على بيت منصور وأنا كنت نايمة عنده هنيك. بيت منصور؟ ونايمة عنده؟ إيه بس ما صار شي بيناتنا. بس أنا ما سألتك إذا صار شي شان. إيه شبكي ليال أنا عم بمزح. أها يعني كنتوا قاعدين طول الليل عم تتأملوا ببعض؟ هلا أنت وأبو خالد مو قاعدين بنفس البيت كل الوقت مع بعض وما بصير شي بيناتكم صح ولا مو صح؟ أكيد ما بصير شي، بس نحن شي وأنتوا شي تاني تماما. منصور كتير غيرك شان. انت من امتى كنت تقعدي تدافعي عن حالك بهي الطريقه؟ ولا بس لانه منصور سالك عن الماضي تبعك؟ شام انت اكثر حدا نظيف وصادق انا عرفته بحياتي. لا تسمحي لحدا يشككك باخلاقي. اول مره بخاف اخسر شخص او يفكر فيني بطريقه سيئه. ما بعرف ليش بس انا شام هيك صاير فيني. شو هاد؟ كانك هربانه من شي فيلم مصري. ستي ما الحياة كلها فيلم. بس مو فيلم مصري، فيلم رعب. نايمة عندي وأنا مريضة. تاريكي بتعرفي تكذبي شامو. بس قلك شغلة، والله العظيم أحياناً الكذب بنجي وكلياتنا منضطر إنه نكذب. بتعرفي شو؟ ما أنا متل الصبح من تأنيب الضمير. بعدين منصور كان مريض. الو اهلين حبيبي.
تنسوا الاشتراك في قناة شوف دراما ليصلكم كل جديدنا.